عليكم السلام ورحمة الله. مستعد إن شاء الله للصفة؟ إن شاء الله. أعانك الله حبيبي. Inshallah, we'll be starting from ayah number 73, Surah An-Nahl. Ayah number 73, Surah An-Nahl, inshallah. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رغدا من كل مكان
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إن ربك
ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد إن شاء الله we'll be covering one حديث قدسي and this one a little bit long, so bear with me إن شاء الله. And I'm try to my best to make it short. This hadith is narrated عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه, and it is reported in صحيح البخاري and صحيح مسلم. There are some slight variation between the two, but the pretty much is kind of like the same. So Abdullah ibn Abbas said, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول الله صلى الله عليه وسلم said, عُرِدَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعْهُ الرُّهَيْتُ وَالنَّبِيُّ وَمَعْهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ لَهُ مَعْهُ أَحَدٌ. So رسول الله صلى الله عليه وسلم, you know, saying that I was shown, you know, referring to the day of judgment, that you know, Nabi, you know, those messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, those prophets that Allah subhanahu wa ta'ala, you know, send on this earth, on the day of judgment, some of them will come with a small group of people, you know, who are believers with him. And some will come even with one or two men or two individuals just believed in him. And even some of them come with nobody, so that practically no one actually believed in them. Then continued, إِذْ رُفَعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي. So, and I saw, you know, a big dust, you know, big group coming with a dusty, you know, huge dust in a sense, coming my way. So I thought this is actually my ummah. They are, you know, they are walking, coming back, and they are, so this is my ummah. فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. So no, he was told that this is actually Prophet Musa, and this is actually those, a believer of Musa عليه السلام. ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. So he was told, well, look at the, you know, that far. Then he saw even, you know, huge, you know, dust coming, meaning huge people coming. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر. And he said, you know, they told him, well, if you look at the other direction too. So it seemed like he was looking this way, and then he was told to look on the other direction also. انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. He looked in the other direction, he found also عليه الصلاة والسلام huge, you know, dusty area, meaning big, you know, lots, big, huge crowd coming in. فقيل لي فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. So he was told that this is actually your ummah. So meaning that رسول الله صلى الله عليه وسلم, you know, will have the most number of believers, you know, in this life. And this is actually testimony. This is what we'll see in the hereafter, inshallah. Then he continued, وَمَعْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابِ وَلَا عَذَابِ. You know, he was told that, you know, with all of that, there are also 70,000 will be entering, you know, Jannah with no questions asked, and there was no punishment. So in a sense, those 70,000 will just simply go to directly to the Jannah, right? Ameen ya Rab, Ameen. And there is another narration, of that, you know, this 70,000, وَمَعَ كُلِّ مِنْهُمْ سَبْعِينَ أَلْفًا, meaning that there will be every one of those 70,000 will be another 70,000. So if you multiply, this will become 4.9 billion, which is good. So because we thought that 70,000, we probably know where, right? But that's good news. It's not really a narration of the of Imam Muslim, Imam Bukhari, but this is good tiding, inshallah. So, ثُمَّ نَهَدَ فَدَخَلَ مَنْزِلُ. So Rasulullah صلى الله عليه وسلم stopped, and then he went to his house. فَخَاضَ النَّاسَ فِي أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالْعَذَابِ. So the Sahaba would say, well, heard that, he started right away like us here thinking, well, who are the 70,000 who will enter paradise without, you know, questioning and without punishment? So فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Some of them said, well, this is, you know, 7,000 probably those who were Sahaba or actually were with رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. And others also kind of like guessing that this is maybe those who actually was born and raised in Islam. Not because remember that time some of them actually reverted to Islam with رسول الله صلى الله عليه وسلم, you know, believed in رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يشركوا بلا شيء. And why is this justification? Because they were born in Islam, they never had any shirk
our spiritual partners, Allah. So that's like, it was justification. They were kind of pure. From day one, they were actually believers. This actually is their rationale. This is Sahaba actually kind of like, you know, kind of like wondering. Then فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. So Rasulullah صلى الله عليه وسلم actually left his house and came to the masjid. فقال ما الذي تخوضون فيه. So he asked عليه الصلاة والسلام, what are you discussing? What are you, you know, kind of like, you know, talking about? فأخبروه. So he told him what actually what they have been discussing, you know, kind of guessing what's happened. So فقال Rasulullah صلى الله عليه وسلم, now we explain to them what, you know, what is the characteristic or what's the qualification of this 70,000. So listen. هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يطيرون ولا ربهم يتوكلون. So there are four phrases here, so I'm going to explain. هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. You know, the time before Islam, you know, they, if one was sick or, you know, and so on, they go to black, you know, magician, you know, do something for them, say some words and so on. And unfortunately, they are still exist now until today in, you know, particularly in areas with, you know, you know, population are not educated. So they, so those who are doing that or seeking that, they are excluded. So, you know, in those 70,000 never either, you know, go to one of those black magicians or do that themselves. So, alhamdulillah, inshallah, will be among them. So then, he, you know, the remaining two quality, وَلَا يَطَّيَّرُوا. And this actually, this is very important because, you know, they don't have any feeling of good omen or bad omen. So practically, they always accept what Allah subhanahu wa ta'ala, and they don't even, you know, think of any indication. And unfortunately, this second time happened. You see, it started the day, you find like things are binding up all direction, bad direction. It started to feel like this is not going to be the day that, you know, you will be expecting good news, right? Unfortunately, this is a case. But if so, here the quality, those who go 70,000 that go, you know, directly without adab or questioning, they never do that. And this is definitely a quality that we should work on. So the last part, which is actually وَعَلَى رَبِّهِمْ تَوَكَّلُونَ. And the last one here is that they will have tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala, which always do their part and believe, you know, leave the rest for Allah subhanahu wa ta'ala and accept what Allah subhanahu wa ta'ala ordained for them. This is actually very high quality and difficult to implement. So when I read this, the first thing that came to mind, well, it seemed like there are four conditions. So it seemed like it's not difficult because the first two, we don't do that. But the last two are difficult because it's not just lip service. It's just the heart. So the ikhlas here what make a difference. So if you really apply that, this is actually, you know, the essence of the, you know, believing in the of Allah subhanahu wa ta'ala, you know, and the aqeedah, is that you, one will be always, you know, accepting what Allah subhanahu wa ta'ala ordained for him. Good or bad, always believe that this is good for him, and also leave everything to Allah subhanahu wa ta'ala. We do our part, and we leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. This is definitely a quality that is easy to say, hard to do. Especially, it's not like, you know, one will be cheating one else. It has to be judged based on one individual thinking and looking carefully into his heart and see if this is actually the case. Well, obviously we have a way to go here. We have to work on it. Now, continued on. فقال عكاشة ابن محسن. So one of the Sahabi was the name عكاشة ابن محسن. فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. So Rasul, he heard that. He said, Rasulullah صلى الله عليه وسلم, well, you know, O Prophet of Allah, make dua that I will be one of this 70,000. فقال أنت منهم. So he is lucky. So Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, you are among them. So it's a testimony that he is going to Jannah without, you know, questioning, without azab. So that is best but testimony. So one thing that, you know, I want to be reflected here, because we always say the 10 promised paradise. Actually, there are many Sahaba promised paradise, but the 10 that were promised paradise that we always refer to, they are really mentioned in one hadith. So that's why we kind of always refer to it. But there are many Sahaba, and this one among them. So the remaining part is continued, inshallah. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا لي ادعوا الله أن يجعلني منهم. So another one came up and said, well, oh Prophet Allah, just make dua for me as well. فقال سبقك عكاشة. So رسول الله صلى الله عليه وسلم said, well, عكاشة actually asked it before you, right?
Now, one interesting thing here, when you hear this, and there was a commentary comment here. Well, obviously, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did, you know, he will never, you know, hesitate to make dua for one of the Sahaba here. So there got to be an indication that this particular individual who made the dua, asking him for dua, he doesn't qualify. Maybe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knows that he's a munafiq. You know, he did not mention name, or may he knows that he is not have this quality. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, see how diplomatic he was. He definitely did not tell him that you don't qualify, right? So he told him nicely. Well, he took it, you know, in a sense as if this is one opportunity. He rushed and took it before him. So this actually, how nice he is. Very, very, if you think about it, very intelligent, you know, response, very diplomatic, without saying anything and leaving up to us to understand. Because if you think of, there's no way you think Rasulullah will be denying the opportunity for one asking for the dua for this case. But he knows, alayhi salatu wasalam, that this individual doesn't qualify. You know, either know more stuff about his heart. You know, maybe he, Rasulullah subhanahu wa ta'ala, informing him that he's maybe a hypocrite, Allahu a'lam. So, but he doesn't qualify. But Ukasha, the lucky one, qualifies. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us Ukasha. Amen. Okay, Jazakum Allah khair. Assalamu alaikum. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى
وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله There will be a sajda in the first rak'ah. A sajda in the first rak'ah, inshaAllah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله أكبر الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال،
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة الشفع الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر,
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، اللهم يا من لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم يا خالق يا بارئ يا مصور يا من لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، عدد ما خلقت وعدد ما أنعمت به من نعم على خلقك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا فهمه وحفظه وتلاوته والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم سكننا به الجنات وارفع لنا يا ربنا به الدرجات، اللهم إنا نسألك الخير كله
عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقنا سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا عمل كل ما تحب وترضى وتقبل منا، اللهم سكننا فردوسك الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا حفرا من حفر النار، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند الصراط، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم أخلص نوايانا إليك وتقبل منا، اللهم ارزقنا ليلة القدر وتقبل منا، اللهم ارزقنا ليلة القدر وتقبل منا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل هذا الدين. اللهم إنا نسألك من كل دعاء خير أنزلته في كتابك الكريم أو ذكرته على لسان عبد من عبادك المتقين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.